هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دينتالي. كورونا في السويد، الوضع أكثر إيجابية، ولوفين استراتيجيتنا صحيحة. الحكومة حق اللجوء مصان. أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. الوضع بات أكثر إيجابية، الأرقام تتراجع بالنسبة للحالات الخطيرة وللإصابات بشكل عام. هذا ما أكد عليه اليوم المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون. البلاد أعلنت خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 21 وفاة جديدة و385 إصابة بالفيروس. خمس محافظات سويدية لم تسجل أي مريض عناية مركزة في الأيام الأخيرة. ورئيس الحكومة ستيفان لوفين لا يزال مصرا على أن استراتيجية بلاده في مواجهة كورونا ناجحة. لوفين قال في مقابلة صحفية إنها استراتيجية صحيحة تماما. رئيس الحكومة تحدث في المقابلة عن وضع الاقتصاد معتبرا أنه سيعود للنمو العام المقبل إذا لم نواجه جولة ثانية من كورونا. لوفين قال إن حكومته فعلت الكثير لتخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على الشركات والموظفين. التعليم عن بعد في الثانويات سيبقى خيارا مفتوحا في السويد بسبب أزمة كورونا. وزيرة التعليم قالت إنه يمكن اللجوء إلى ذلك لتجنب الازدحام في وسائل النقل العام، وليس وسيلة لتوفير المال بل لضمان أنه يمكن التعليم دون نشر عدوى كورونا. الغاية من ذلك تخفيف الازدحام في المواصلات مع عودة الطلاب إلى المدارس الخريف المقبل، تحاشيا لنقل العدوى بين كبار السن بالتحديد الذين يستخدمون تلك المواصلات. تداعيات كورونا خلال الأشهر الماضية تلحق خسائر بشركة إسئيل للقطارات السويدية. الشركة الحكومية تكبدت خسائر بأكثر من 620 مليون كرون قبل الضرائب للربع الثاني من العام الحالي بعد بداية قوية هذا العام. كان انخفض السفر إجمالا نتيجة أزمة كورونا بنسبة 77% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. لا لتحديد عدد اللاجئين، قالها من جديد رئيس الحكومة السويدية مشددا على حق اللجوء. ستيفان لوفين أكد أن تحديد عدد اللاجئين يعني أن بعض الأشخاص لن يمكنهم طلب اللجوء هنا، وهذا ما يخالف المواثيق الدولية وينتهك أحد المبادئ الأخلاقية. وفقا لتعبيره، لوفين انتقد دولا أوروبية لم تلتزم بحصصها من استقبال اللاجئين. وفي أخبارنا الأخرى، ازدياد عدد الأطفال والشباب الذين يلجؤون إلى منظمات حقوقية متخصصة في السويد للتعبير عن قلقهم من احتمال إرغامهم على الزواج القسري من قبل أولياء أمورهم فضلا عن تعرضهم للعنف المنزلي. الإجراءات المتخذة بحق سفر السويديين جراء وباء كورونا تزيد من عدد الراغبين بالحصول على الجنسية الفنلندية. أرقام جديدة تظهر تقدير 300 طلب هذا العام للحصول على تلك الجنسية، وهو ضعف رقم العام الماضي بأكمله. الحكومة تقرر استحداث رخصة قيادة للدراجات المائية النفاثة الجيتسكي، مكلفة إدارة النقل بإعداد اقتراح لرخصة القيادة والتدريب الإجباري. إلى السوشيال ميديا، طبعا الكومبس نشرت يوم أمس تقريرا تلفزيونيا يتحدث عن أسباب رفض السويد لحزمة المساعدات الأوروبية لدول الاتحاد المتضررة من وباء كورونا، وتأكيد الحكومة أنها ترفض أن تكون المساعدات على شكل منح بل تريدها على شكل قروض تسدد لاحقا. هذا الموضوع نال متابعة كبيرة من مشاهدين وحظي بعدد من التعليقات. نبدأ بموفق الذي يقول: منشان ما نشتغل وندفع ضرائب للدولة يلي بدها تعطي خطة كوفا
ليساووا انعاش لإيطاليا واليونان وإسبانيا. الحكومة تريد حزمة مساعدات على شكل قروض تسترجعها الدول المانحة وليس تبرعات، ونحن وأولادنا نشتغل وندفع ضرائب ليسددوا الفاتورة لثلاثين سنة القادمة. أما طالب معقول أسوية تضحي بأموال شعبها التي ضحت به من أجل اقتصادها وانتعاشها وتعطيه لأوروبا؟ مستحيل، وحدث العاقل بما يعقل. هذا أيضا رأي آخر جميل. بكل بساطة، الحكومة ترى أولا شعبها ومن ثم الآخرين، وهذه الرؤية لا تنقص من كرم السويد المعروف تجاه الآخرين. السويد خاضت معركتها تجاه كورونا بشجاعة ليس لها مثيل مقارنة بمثيلاتها في الاتحاد الأوروبي. بالوقت نفسه كانت تتعرض منهم يوميا بنقد لاذع للسياسة السويدية المتبعة لمواجهة الوباء. من خلال هذه السياسة استطاعت السويد بالفعل حماية الشعب والاقتصاد، وهذا أيضا رأي آخر. من بين الأخبار الأكثر متابعة على السوشيال ميديا في السويد وشمال أوروبا، خبر زفاف رئيسة وزراء الدنمارك أخيرا بعد أن تأجل حفل الزفاف لأسباب سياسية ونتيجة لحظر التجمعات بسبب كورونا. فقد أتمت رئيسة وزراء الدنمارك مراسم زفافها إلى شريكها المخرج والمصور السينمائي في حفل بسيط اقتصر على عدد قليل من المدعوين. معلقو الكومبس تفاعلوا مع هذا الخبر وأرسلوا تهانيهم لرئيسة الحكومة الدنماركية. البعض طلبها بفتح الحدود بهذه المناسبة. ومن أخبار السوشيال ميديا، كلنا سمعنا تعرض حسابات تويتر وحسابات شخصيات سياسية كبيرة في تويتر وبالتحديد بالولايات المتحدة للقرصنة يوم أمس. هذا الأمر تسبب في حالة إرباك لدى ملايين المستخدمين. تويتر اضطرت طبعا لمنع جميع الحسابات الموثقة منها التغريد أو تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق. المخترقون تمكنوا خلال عملية القرصنة من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ مالية بعملة البيتكوين الرقمية مع وعد بمضاعفتها. طبعا من بين الحسابات التي تعرضت للاختراق حساب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وكذلك حساب رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، والمرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، فضلا عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ونختم بهذا الفيديو الذي لاقى رواجا في السويد. فقد أطلق شخص سويدي مبادرة بيئية لتنظيف إحدى بحيرات المحافظة، محافظة ستوكهولم، وجسد مطلبه ذلك ببناء مجسم لبلدية المدينة من بقايا إطارات السيارات والنفايات المستخرجة من بحيرة ميلارين. طول المجسم بلغ 6 أمتار، واعتبر أنها رسالة للسياسيين بضرورة التحرك. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية بورجو، إس سي مابلر، دنتالي،